السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الرت. كالعادة شرح جديد للموقع الرائع للتعدين البيتكوين. هو تعدين متقدم للبيتكوين عن طريق تنقل الطاقة. طريقة تسجيل سهلة جدا من هنا مسجل. اول شيء نشرح الموقع. هنا ارباح التعدين اليومي. طبعا الشركة هي موجودة الصور حقها. افضل ما في تعدين البيتكوين اسحبها مع سهولة وامان مطلق. هنا الخطط الاستثمارية وبيدعم البيتكوين واللايتكوين والاتريوم والدوج. طبعا كيفية العمل. بدأ التعدين بسهولة في خطوات قليلة دون الحاجة للمعرفة والطاقة والجهد والوقت. تتيح لك المنصة مكافآت اليومية مراقبة نشاط الوقت الحقيقي. ابدأ التعدين على الفور. برنامج الإحالة 5%. التعدين السحابي أينما تريد بالطريقة التي تريدها. وقت تشغيل الأجهزة 24 ساعة طيلة مدة الأسبوع. يتعمل بينانس وكاريكين ولوكال بيتكوين وبلوكشين وكوانبيز. هنا التواصل الاجتماعي حقهم. هنا وين مقر الشركة وعن الشركة كيف يتعامل معلومات عنه ومركز المساعدة. هنا مقر الشركة والإيميل حقهم. هنا الدردشة الحية. هنا الدردشة معهم وهنا المدفوعات الحية. طبعا طريقة التسجيل كالعادة. سجل من هنا. عندي حساب فيه ندخل عليه. التسجيل سهل جدا. يوزر نيم إيميل باسورد إعادة كتابة الباسورد. تعلم على الخانة هذه وكريت أنا أكاونت. أنا عندي حساب فيه ندخل. فبتجينا هالواجهة. فتختار انت البيتكوين ولا الاثريوم ولا اللايت ولا الدوج. اليوم نشرح على البيتكوين. اول شي بتروح تسوي ايداع على العملة البيتكوين. نعطي ستار ماينين او ولا بورشاس. فنختار ستار ماينين من هنا. بنشوف كم مينيموم الدفع. هو 0.00015 يعني ما يعادل بالدولار 7 دولار. يعطيك هاش ريت 0.57. مينيموم ديلي اماونت هو الربح حقك 540 ساتوشي. بسوي كونتينيو وخلاص بيجيك الباركود حقك وتاخد كوبي ادرس لهذا وتروح على اي منصة او واليت عندك فيها عملة البيتكوين وتحولهم 15000 ساتوشي وخلاص. هنا بيدراو اذا عندك السحوبات راح يبين. بنشوف المينيموم ويدراو 0.35. طبعا ويدراو مي بيتك 1 إلى 24 ساعة to complete depending on system activity. على حسب السيستم حقهم والوقت حقهم. There is no withdrawal fees. ما عندهم عمولة للسحب. هنا جميع الترانزاكشن اللي سوينا على الموقع طبعا ما رح يبين انه مسوية ترانزاكشن. هنا الريفيرر تاخد رابط الإحالة حقتك وتروج. طبعا بيعطي 5% كوميشن على كل إحالة جبناها للموقع. والاستثمارات هذه 5% دايركت ريفرال كوميشن. هنا الريفرال لينك حقنا راح ناخده والكوبي كده خلاص. جميع هذا المسوين دخلوا معي بس ولا حد استثمر. فهذه مش مشكلة. هذا الموقع صادق جدا. استغلوه. هو لسه في بدايته. اشوفكم على خير في فيديو لاحق ومع السلامة.